ضيقة النيل اللي موجودة في القناطر الخيرية هي عبارة عن جزيرة وسط النيل. هذه الحديقة كانت في الأول عبارة عن جراج سيارات، جراج سيارات مليان مخلفات وقمامة. خلال 6 شهور تحول إلى هذه الحديقة، حديقة النيل اللي احنا شايفينها دلوقتي بهذا المنظر، بالأشجار، بالزرع، بالورود اللي موجودة فيها. 6 فدادين تحولوا خلال هذه الفترة القصيرة لهذا المنظر ولهذه الصورة اللي احنا شايفينها مع حضراتكم، بالإضافة طبعا لممشى أهل مصر. ممشى أهل مصر اللي احنا برضو هنتكلم عنه بالتفصيل. باشمهندس محمد، 6 شهور يعني من جراج لحديقة، حديقة النيل، تمام. النقلة مختلفة تماما. أولا أرحب بيك الأول في حديقة النيل. هنا حديقة النيل دي مساحتها 6 فدان، بتقع على البر الأيسر زي ما انت شايفة لفرع رشيد. الحديقة دي فعلا كانت جراج للسيارات، وكانت إحدى الشركات مستولية عليها. قامت الوزارة باستردادها، وبأيادي العاملين في وزارة الري ومهندسينها تم تطويرها خلال 6 شهور. وزي ما حضرتك شايفة، من أهم المعالم اللي بتميز هذه الحديقة ممشى أهل مصر بطول 500 متر. زي ما انت شايفة ممشى عبارة عن دبش ومكشب الرخام، وعندنا بعض البرجولات الخشبية، بعض الممشى بالمشيات الانترلوك، وبعض المشيات الزلطية. كل ده طبعا، وكل زي ما شايفة الزرع ده كله، وكل الكلام ده من انتاج المشيات بتاعه وزارة الري. تكلفة ذاتية عمال ومهندسين، كل العاملين وكل المهندسين اللي قاموا على هذا العمل، عاملين ومهندسين وزارة المواد المياه والري، بدعم من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، اللي دايما هو صاحب فكرة التطوير وفكرة التشغيل الذاتي. طيب دي زي ما احنا قلنا عبارة عن جزيرة وسط النيل، تمام. فيعني اكيد دي برضو بيكون ليها متعة خاصة ان الناس تيجي تستمتع بيها. طبعا حضرتك، احنا عملناها او تم افتتاحها في شهر 7، تمام. لا طب يعني نظرا لكورونا فهذه الحديقة كانت مغلقة، فايه الوضع دلوقتي؟ لا احنا حاليا الدنيا الجنان فاتحة، وبننفذ الاجراءات الاحترازيه، لازم الكمامه ولازم يبقى في مسافات، وكده كده اصلا انت عارفه مساحه شاسعه ويعني متنفس جميل للناس.